بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع شرائع وفصلها وبينها جل جلاله وعظم شأنه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحين كجرنا ساد أكتهين طبنكي أهرييي بشي رمضان بركي سنيد بشي إله سبحانه وتعالى وإنه تلقى لي إنينو إيمان كينا يضاع ذينا عبادات كينا أينو صرا قادنا أو أينو كفاء إذي سنو إله سبحانه وتعالى رحمة دا يمغفر ذا هاينا وافجيو بشي أوضن بلاو كذا إلى دمات كذا ورحمة ومغفرة وعتق من النيران وفي كل ليلة ما أن تبنى الرحمة إن أيتها تبنى مغفرة أيتها تبنى عتق من النيران سيدك قارقود متقناء أقواشا يعني ضعيف كأي أي أورنيان وحاوي بشو أوردن ووضع الرحمة بشو أوردن ووضع مغفرة بشو أوردن ووضع عتق من النيران إله سبحانه وتعالى هنا وفجيو. لكن بعض الليالي أيا كلسي بدن عتق من النيران كي مغفرة إله سبحانه وتعالى أي بشو جده هذا سيدها بينك ليلة القدر وأكل. أيها المؤمنون قف كستاء مؤمن إيه بشي هكفاء إذيستو ولا ليه سكرنه أقفاء إذي خيرك إيه وناجا إنو قارسيو أو وحو الشيغو بشان إنو كجرنا قلوبتي دادك خيركو وي أفضو الضهي شياطين تي مرداد إهاد لبك بدنيد أيا لغا حري سأوجد ولالكا إنا دعوكو قدتيد خيرك أشيكتيد وناجا أشيكتيد فرصد آد يآد وخالي آه إيه موسم دادك عقال دي إيه أي كفاء إذيستان في دينتا خيرك يدعوه ذا يدينتا وموسم كني. أيها المؤمنون وحا خساري وآد يا آد متقانا خسارح أي سوى جهدي قفكي بشان إله سبحانه وتعالى وسوى قارسيي وآنا كفاء إذيسا. نبي صلى الله عليه وسلم حويري راغم أنفه وحا سنكي سعرض تابتي وقساري كناية عن الخسارة والخسران وحا خساري قف رمضان سو جاري وأنا لو ذنب الدافع معنى هذا حاوي قف فرصد إله سبحانه وتعالى رمضان كإنه سو جاري وأسيي وأنا لا إيمان أسباب تلو ذنب الدافع لها إن أتصنت وحي كميتها أسباب تلو ذنب الدافع إن قيام الليل كاستاكتو وتراويح دا يتهجد كباكي كوفض ضاد آتك تاي وحي كميتها أسباب تلسكو ذنب الدافع من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن أتصنت أسباب تلو ذنب الدافع إيه كميتها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أسباب تلو ذنب الدافع قران أخرنتي يعني تسبيح دي أذكارتي سلق النبي عليه الصلاة والسلام وحيالها سين هذا لا إيمان أو أدبش كفاء إذي سنين أو أسباب الوجود بالدافع أعماش هذا لا إيمان أي خسارة يهوجا مرك إله سبحانه وتعالى إنه وافجيو كوي كفاء إذي سنة هاي نقدقو ولا ليه كخالق أهو أيها الأحبة في الله وحيالها مهم كإيه أن إشاري دونه وحان كتل مامي دونه وحاكمي هي سؤالها إن شاء الله تعالى رمضان ك يعني كصحب سن ولا لها أما سوشيال ميديا كصو قران أما متقانا يسيطوس وعيتان هسوي ديان سؤالها إن شاء الله تعالى أن وجود كل دونا كهذا الكود بإذن الله تبارك وتعالى افتي من دونا. لكن أنت كهرة وحين نكون بالله بينا أحكام آدي آد مهمة صمك قصيصة وحان واجب أه ولا لك خالق أهو إيه ولا شيء دخالق أهي وحان مهم إيه نقفك مسلم كإيه مركو سمينا يفعل يعمل عبادة يضاعة وكل دقائق وحا واجبك أه إنو برطأ وقرني وحكا سهلا مجرته كل دواقيد كلمة لا إله إلا الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال أمر إنه برتو معنى هذا حكم كذا أحكام كذا نواقيد هذا وهكذا سأوجد إلى قرانك حكيري فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم باليري سأوجد أركان إسلامك قفك مسلمك أركان إسلامك شنطة أي مركو سمينة إنه برتو هذا ركن من أركان الإسلام أن كجرنا أو صوم كيا إذن إن أتقرن أي صوم كذا وحكا بريني وحواجبات كذا وحكا جبهانية وحصوم كذا إن صوم عادة صومان تهاي أو عنده ذا قالوا ذو بقركض بابيل إلا ببلاد يسند بصوم عاف ما ذا بيصومان عادي وما صومان إيمان إله سبحانه وتعالى إرميسين إيمان إرميسين صوم كواجب كه إله كلها إني جدنيان إني ضاع أي أجر أي ثواب أي إله سبحانه وتعالى كطلبنيان وما صومان ما حمرك كه كلا فرقين أذى يجا وحا إذن كلا فرقين علمي قاد شيء قولا ذهاي سيدا إذا مركات سومي سأدني ستو أحكامت أمهم سنة صنكي كميت هاي سأقول نفس عزبي من لم يبيت الصيام قفك أنا صنكي سنيدي سبرينو سومي وابري سينين وهبينكي مركو أفرو إلى أي متغانا ضلوع الفجر
laga gaaray inta aanan niyadda ku qabanin birri inuu soo mayaay, falaa siyaama lahu, soon uma jiro. Idan inaad soonka aad niyeysato bisha Ramadaan, inaad habeenkii markaad afurto ilaa iyo waqtiga suxuurta ugu dambeysa ee fajr saadiqi u dambeeyay alfajr athani, inaad niyaddii la timaado inaad birri soomayso, soonka ilaah subxaana wa tacala kugu lahaa aad gudanayso. Idan niyadu waa muhim. Dadka qaarkood arrinka gaafil bay ka yihiin. Xadiiska ayaa macnihiisa ku cadaynayo. Nabi sallallahu alayhi wasallam yiri: man saama ramadaana, qofka ramadaan soomo, cuntada iyo mufdiraadka ka fogaado. Inta laguma ekaanin, inta hadii lagu ekaan la qof walba inuu mataqaanayo bas cuntada iyo mufdiraadka iska fogeeyo ku ekaan lahayd. Laakiin waxaa la raaciyay iimaanan, waatana niyadi iimaan uu rumaysan yahay, uu niyadiisa ku haasto inuu mataqaanaa sharaa'icdii ilaah subxaana wa tacala waajib uu kulahaa uu gudanayo. إيمان الرميسين هي الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شأنه إنه كواجبي واحتسابا وأجر قرب سنة إله سبحانه وتعالى فضل أجر ثواب إنه كسيه وإله سبحانه وتعالى كرجيني هي. إذن وإن نيدي الله تمادا ضاع هذا عبادتك أيها الأحبة في الله، نيد ومهم شيء جدا. إذن فلا صيام له نسعى كسوق هذا وحصون وكوجر أي مجرته، هذا الصون كهذا نيسين نيدنا وح أضق معهم waxaa dadka qaarkood ma taqaana hadda ay ma taqaana isku adkeynayaan oo ma taqaana in lagu laqbeeyo oo ma taqaana lagu meeriyo oo aad ka dawa meeriso u baahan ma aha. Niyadda maxalligeeda waa qalbiga. Idan inaan niyeysano inaan soomeyno ayaa inagu filan. Hadaan suxuurti u soo kacnay, hadaan afurno, marka afurinaan soonki ramadaankii aan dhammaystirinayno oo aan soomeyno biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala.